التزام واضح حقيقة يعني. طيب طيب شيخنا، يعني لو نتأمل يعني قليلا، نتوقف يعني، إنما يريد الله ليذهب عنكم. طيب إذا كان ليس هناك شيء، يعني لماذا يذهب؟ شيء يعني قال ليذهب عنكم، يعني يستفاد من الآية أنها تدل على نفي العصمة لا لإثباتها وتقريرها كما هم يقولون. يعني يقول إذا يذهب قلنا عنكم، يزيل إرادة شيء. شرعية، قلنا إرادة شرعية، نعم. تعليل، هذا تعليل. كل هذه الأوامر، كل هذه النواهي لأجل أن يذهب الله عنكم الرجس ويطهر بفعلكم أنتم. تعال، إنسان لم يكن معصوم ولا فضل. شوف تفسير قول الله تبارك وتعالى عن يحيى الصلاة والسلام، زين؟ نعم. وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ما هو الحصور؟ وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. يحيى الصلاة والسلام، ما هو الحصور؟ قالوا الحصور هو الذي لا يأتي النساء. الحصور هو الذي لا يأتي النساء. لماذا لا يأتي النساء؟ قالوا عنين. لا يستطيع أن يجامع النساء. زين؟ وقال بعضهم الحصور هو التقي الذي لا يأتي الحرام. هذا هو الحصور، يمنع نفسه من الحرام. أيهما أليق بيحيى؟ أنه عنين؟ عنين عيب، الرجل لا يزوج إذا كان عنينا. حسنت. والمرأة إذا تزوجها الرجل ثم ظهر لها أنه عنين تطلب الطلاق وتأخذ حقوقها كاملة، ويعتبرونه غشا، ويعتبرونه من العيوب المبيحة لطلب الطلاق. حسنت. فهل كان يحيى عنينا؟ لا، الأنبياء أكمل الناس خلقا وأكمل الناس خلقا. إذن كيف كان يحيى صلى الله عليه وسلم؟ كان تقيا ورعا متدينا لا يأتي الحرام. هذا الحصور في يحيى. إذن هذا هو المدح. المدح أن تمنع نفسك لا أن تعجز، صحيح؟ أنت هذه الشجاعة، هذه التقوى. أن الإنسان، وذلك يقول العفو متى؟ يستطيع ولا العفو متى؟ مع المقدرة، عند المقدرة. لكن واحد غير قادر ويعفو، لا له فضل. أنا لما يجيني واحد طوله مترين بعرض متر، نعم، زين، نعم، وجابني كذي ويعطيني كف، نعم، وضربني كف كذي، أنظر يقول له أنا مسامحك، أقول أنا سامحتك. ماذا يقول؟ يقول لا الله يخليك لا تسامحني، أبي أشوف تبي تسوي، يلا لا تسامحني، ما أقدر. فالعفو إنما يكون عند إيش؟ عند المغفرة. هذا هو العفو، هذا هو العفو. لذلك أنا أقول العصمة ليس فيها فضل. أحسنت. هذا يا شيخ أصلاً يعني تنافي التكليف. إيه أحسنت. يعني كتاب الشيخ الإسلام منهاج السنة النبوي في الرد على الشيعة القدرية، خلق أئمة معصومين في أفعالهم، خلق أفعالهم معصومة، هذا اتجاه جبري يتناقض مع أصلهم القدري، أن المخلوقات خارج عن مقدور الله، يعني أن الله لا يخلق أفعالهم. فهم يقولون أن هؤلاء مخلوقين معصومين في أفعالهم، نعم، مجبورون على ذلك، نعم، هذا يتنافى. ولا فضل في هذا، نعم، ولا فضل في هذا، ويتنافى مع، وإنما الفضل في أن الإنسان يستطيع أن يفعل ولا يفعل. هنا الفضل أن يستطيع أن أعصي ولا أعصي، هذا الفضل. أما أني عاجز عن المعصية هذا ما هو فضل، ما في فضل. لكن تقول في حكمة، في حكمة، لكن الفضل يعني أستطيع أن آتي هذا الخطأ ولا أفعله هنا. سبحان الله.